السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. نذكر مشاهدينا الكرام كما ظاهر أمامكم بالشاشة، هذا تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم الانتقال الآن إلى هذا التردد الجديد على قمر النايلسات. نبدأ مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم من أولى فقراتنا من المقاطع المتداولة، حيث أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى العراق لغرض المساعدة في فقدان السيطرة على الوضع الصحي لتفشي وباء كورونا الحاصل في العراق. لكن وكما حصل مع مساعدات كثيرة أرسلت إلى العراق سابقا، تم سرقة جزء كبير من هذه المساعدات الطبية. لنشاهد معا تفاصيل هذه المساعدات التركية المرسلة إلى العراق. طيب، هذه خطوة إيجابية من دولة جارة. نتابع مع حضراتكم الآن كتاب صادر من وزارة الصحة في العراق يكشف أنه تم فعلا سرقة كمية كبيرة من المساعدات الطبية التركية المرسلة إلى العراق، فنشاهد تفاصيل كتاب وزارة الصحة. كما تلاحظون أمامكم مشاهدينا الكرام، استنادا لصلاحياتنا وفق النظام الداخلي كذا كذا، يقول: وردتنا معلومات تفيد بحدوث نقوصات في المساعدات التركية المرسلة إلى وزارة الصحة. يعني تم سرقة الكمية الكبيرة خلال 2 كيلومتر فقط من مطار كركوك إلى مستشفى كركوك وحسب موقف الاستلام المرفق. يعني حقيقة كارثة، خلال 2 كيلومتر من المطار إلى مستشفى كركوك تسرق كمية كبيرة من المساعدات الطبية المرسلة لإعانة العراق بعد أن فقدت حكومة بغداد السيطرة على تفشي وباء كورونا، وأصبح الآن الموضوع بالجملة حقيقة هذه الإصابات التي نراها يوميا. يعني هذا الكتاب الصادر من وزارة الصحة هو دليل حكومي إثبات على أنه هناك سرقة للمساعدات الطبية، لكن حتى الآن هذا مجرد كلام. دعونا نشاهد الآن الأفعال في المقطع التالي. لعبت الصدفة دورا كبيرا في كشف جزء من السرقات التي تمت للمساعدات الطبية. في إحدى المقابلات على إحدى القنوات التلفزيونية يظهر خلف المتحدث بعض الأشخاص وهم يقومون بسرقة المساعدات الطبية ونقلها إلى سياراتهم. يتضح من ملابس السارقين أنهم يرتدون زيا عسكريا وبالتالي من القوات الحكومية في العراق، وكما يقول المثل الشعبي في العراق: حاميها حراميها. فنشاهد. يعني كما تلاحظون الآن مشاهدينا الكرام، انظروا معا، هكذا يتم سرقة المساعدات الطبية التركية. أرجو من الإخوة إعادة تشغيل هذا المقطع مرة أخرى. شاهدوا مع المشاهدين الكرام كيف يتم نقل أو سرقة هذه المساعدات الطبية بهذه الطريقة من قبل، من المفترض أنهم الذين يحمون العراق، أنهم الذين يحافظون على ما فيه حقيقة. وهذه المساعدات هي أرسلت لمساعدة المرضى العراقيين. يعني ما الأسباب التي تدفع إلى سرقة مساعدات طبية أرسلت إلى العراق لإعانة وزارة الصحة أو إعانة القطاع الصحي في العراق على مجابهة هذا الوباء حقيقة الذي يفتك بالعراقيين؟ هذا سؤال حقيقة محير، والسارق أو جزء من السراق هي القوات الحكومية.
في المقطع الثاني مقطع يبين حالة الفساد في المؤسسات الصحية وغياب الرقابة والإهمال. في هذا المقطع الذي ستشاهدونه الآن مشاهدينا الكرام يظهر عملية إرجاع أحد المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى بعد إخراجه من ثلاجة الموتى في ظنهم أنه متوفى وهو على قيد الحياة. فنشاهد. بعد عدل؟ لا تشرفك. صدق بعد عدل؟ صدق بعد عدل؟ طيب قبل أن نعلق على هذا الموضوع نعود فقط لقراءة التعليقات التي وردت على قضية سرقة المعدات الطبية التركية المرسلة من تركيا إلى العراق. فنشاهد في التعليق الأول على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي رؤية تقول الله أعلم من وراء الكاميرا شي يصير. في تعليق آخر لدينا ناصر التميمي يقول هاي قدام هيجي لعد وراها شلون، يقصد على المقطع أثناء سرقة المعدات الطبية أمام الكاميرا. صباح يقول هاي يسموها الحصة وكل جهة حصتها من الوارد وهاي حصة الجيش وبعد وراء الكاميرا ما يبقى سوى الأغلفة. في آخر التعليقات على قضية سرقة المعدات الطبية مصعب يقول حاميها حراميها. نعم كما قلنا حاميها حراميها، هكذا حقيقة يرى العراقيون هذه القوات الحكومية التي تتورط في كثير من المفاسد. بالنسبة للتعليقات حول قضية إخراج الشخص الذي يعتقد أنه متوفى لكنه على قيد الحياة من ثلاجة الموتى، يقول مصطفى بعد عدل على هاي الطسات إذا عاش يصير بها صولة لا محال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هيك حياة البشر صارت رخيصة. في تعليق آخر محمد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ساعد الله الشعب العراقي على هذا البلاء اللي أصيبوا به ألا وهو الخونة خدام العدو الأمريكي واليهودي، اللهم نسألك اللطف بهذا الشعب المسكين. في تعليق آخر رزت يقول والله ما أدري نضحك نبكي على حالنا حسبي الله ونعم الوكيل. وفي آخر التعليقات أنصار العقيدة يقول مهزلة صرنا للتاريخ، مهزلة صرنا للتاريخ مع كل الأسف. هكذا حقيقة يشعر العراقيون أنهم ليسوا في بلد كباقي البلدان المحيطة بنا أو بلدان العالم. عندما نرى هذه المهازل التي تحصل شخص على قيد الحياة يرسل إلى ثلاجة الموتى. في خبر آخر مقطع يبين اعتداء القوات الحكومية على المعتصمين من الخريجين عند بوابة المنطقة الخضراء بعد مطالبتهم بتوفير فرص عمل للخريجين في ظل استمرار التسويف الحكومي لمطالب الخريجين. فنشاهد. فنتابع التعليقات التي وردت على مقطع اعتداء القوات الحكومية على الطلبة الخريجين. فنشاهد. في أول تعليق إحسان يقول البنات ليش تضربوهن؟ ليش تضربوهن؟ وين راحت الغيرة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في تعليق آخر مرتضى يقول طاح حظ هيج دولة تعبانة ما تنصف الشعب وحارمته من حقوقه. وفي تعليق آخر أحمد محمد يقول ليش هذا الظلم؟ والله يوجع هذا المنظر، الله شاهد.
وفي آخر التعليقات على هذا المقطع علي الركابي يقول هاي تاليها، هذا مو عنده شهادة وخريج، ليش متعينة بس تعرفون تبوقون. طيب في مقطع آخر، هناك تظاهرات حصلت للمزارعين في أربيل احتجاجا على إهمال المنتج المحلي الزراعي وعدم توفير الدعم للمزارع العراقي. دعونا نشاهد المقطع. طيب فلنشاهد التعليقات التي وردت على هذا المقطع. ريما العلاف تقول الحكومة ليش ما تشتري من المزارع وتوزعها على الناس وتقعدها ببيوتها، أحسن ما كلها تصيح جوعانة وما عدنا ناكل. جورنالست علي الحمداني يقول حقهم والله، لكن هذه نعمة الله ما يصير هالشكل تداس بالشارع، لأن النعمة تزول في حال نكرانها. في تعليق آخر أحمد طاهر يقول حقهم وحق جميع الفلاحين بالعراق يسوون نفس الفعل، يتعبون وينتظرون المحصول وبالأخير يجي المحصول من خارج العراق ويصير بتراب الفلوس. حكومة العتاقة شو وقت تصير حكومة بحق وحقيقة؟ وفي آخر التعليقات لدينا أرام بارزنشي يقول صندوق الطماطم بألف حقهم، ما حد يشتري، ما حد يشتري مخضرهم، كل استيراد. في فقرة أنت ترى مشاهدينا الكرام، وردنا عبر بريدي أنت ترى الخدمة التي تقدمها قناة الرافدين مقطع فيديو يظهر خروج أهالي المعتقلين بتظاهرات يوم أمس للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين في السجون الحكومية بعد تفشي فيروس كورونا في السجون وانهيار العديد من النساء بسبب حرارة الطقس. فلنتابع المقطع. سجوننا أيها العراقيين، نخوة منكم أيها النشامة لقاتل هؤلاء النسوة الأمهات الخوات، أتحداكم ارحمونا يرحمكم الله. Thank you.
مشاهدينا الكرام، الآن مع فقرة خبر مفبرك. تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر المنظومة الدفاعية التي نصبتها السفارة الأمريكية في بغداد، والتي قيل أنها منظومة دفاعية. والحقيقة أن المقطع المنشور مأخوذ من فيديو كامل يعود إلى لعبة إلكترونية اسمها أرما 3، فنشاهد المقطع. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام، لعبة إلكترونية يتم استغلال هذا المقطع لأنه فيه نوع من الواقعية إلى حد ما، أنه استخدم لينشر على أساس أن هذه هي المنظومة الدفاعية الأمريكية المنصوبة في المنطقة الخضراء. الآن بفقرة صندوق الوارد، وردنا بعض الرسائل حقيقة على موقع القناة الإلكتروني، على صفحة القناة على الفيسبوك تحديدا عبر صندوق الوارد. الرسالة الأولى تقول: السلام عليكم، الشعب والله هلك من الفقر ومن الجوع والكهرباء، تعبان حيل. هذه هي الرسالة أمامكم مشاهدينا الكرام. حقيقة يعني يعاني الشعب العراقي بشكل عام من الفقر، من البطالة، غياب تام لمنظومة الكهرباء، رغم حديث الحكومة أو الجهات الحكومية وتحديداً وزارة الكهرباء عن إنفاقها أكثر من 50 مليار دولار منذ بداية 2003 ولغاية هذه اللحظة بعد الاحتلال الأمريكي مباشرة، لكن لا كهرباء في العراق. حقيقة هي مأساة كبيرة، وسؤال مطروح: أين ذهبت هذه المليارات التي تتحدث الحكومة عن إنفاقها، التي تقدر كما قلنا بحسب الأرقام الحكومية ب 50 أو أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، رقم مهول جدا حقيقة لإعادة إنشاء منظومة كهرباء كاملة شاملة تصل حتى أطراف العراق مشاهدينا الكرام، لكن تغيب الكهرباء عن العراق وعن العراقيين. في الرسالة الثانية نشاهد مع حضراتكم الآن هذه الرسالة: السلام عليكم، أقسم عليكم أن تنقلوا مظلوميتنا، نحن خريجي الإدارة والاقتصاد والمعهد، صار لنا 8 أشهر معتصمين بباب مصفى النفط في السماوة المحاسبي من شهر 12، ولحد الآن القنوات الفضائية هنا بالجنوب كلها تابعة لأحزاب السلطة وما ترضى تنقل مظلوميتنا. وضع الخريجين في العراق حقيقة مأساة كبيرة، هؤلاء هم عماد البلد الشباب، وهؤلاء هم المفترض أن يكونوا المستقبل في بناء هذه الدولة، لكن يهملون في زمن حكومات الأحزاب والميليشيات وما بعد الاحتلال، ويتركون بهذه الطريقة، بل يعتدى عليهم عندما يطالبون بحقهم، وكما شاهدنا قبل قليل تم الاعتداء عليهم داخل بغداد، شباب وبنات أيضا يضربن ويعتدى عليهن من قبل القوات الحكومية. بفقرة الهاشتاج مشاهدينا الكرام، أطلق ناشطون واسم الميليشيات إرهاب يقتلنا للمطالبة بالقضاء على الميليشيات المولية لإيران وإنهاء التدخلات الإيرانية وصراعها داخل الأراضي العراقية والأضرار الناجمة عن قصف الميليشيات وتضرر المنازل السكنية، مما دعا إلى إثارة الناشطين لهذه الوسوم، وتحديدا واسم الميليشيات خطر يقتلنا للحد من إرهاب الميليشيات. فنشاهد التغريدات
على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: الميليشيات وإرهاب يقتلنا. الميليشيات الإيرانية، ميلو يقول: الميليشيات الإيرانية الإرهابية تستمر بإرهابها العراقيين غير مبالية بحياتهم أو ما قد يلحق بهم من أذى. في تغريدة أخرى، قلم رصاص يقول: الميليشيات وإرهاب يقتلنا ويقتل أحلامنا ومستقبل أطفالنا. في تغريدة أخرى، ابن العراق العظيم يقول: كفاكم استهتارا بدمائنا أيتها الميليشيات القذرة، أين الدولة؟ أين القانون من هذا الانفلات الأمني في العاصمة؟ وفي تغريدة أخرى، سماح تقول: نريد العراق، نريد العراق أن يعود إلى مجده الأول، نريد أن يصبح منارة للتقدم والتطور والتعايش السلمي. العراق لن ينهض ما دام مجموعة الخونة يتحكمون بمصيره ويحاولون جعله ولاية تابعة لإيران، يكفي خرابا وموتا. هكذا علق جزء، طبعا هذا جزء بسيط من التغريدات التي وردت على هذا الوسم. الميليشيات في العراق أعطيت قوة كبيرة، أعطيت السلاح وأعطيت الصلاحيات، بل حصنت قانونيا من قبل الأحزاب والميليشيات، والآن هي تسرح وتمرح في العراق وتشكل إرهابا حقيقيا وخطرا مستمرا على حياة العراقيين. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على التردد 10727 أفقي وعلى مدار القمر نايلسات. إذن كما شاهدتم قبل قليل، هذا تردد القناة 10727 أفقي على قمر النايلسات. رجاء انتقلوا الآن إلى هذا التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. في فقرة بعد الهاشتاج، هناك تحذيرات من وباء جديد قد ينطلق من الصين أيضا بسبب الخنازير، فنتابع تفاصيل هذا الخبر. Brand new virus that turns out to be a pandemic virus. It's either due to mutations and or the reassortment or exchanges of genes. You always have the possibility that you might have another swine flu type outbreak as we had in 2009. It's something that still is in the stage of examination. It's not so-called an immediate threat where you're seeing infections, but it's something we need to keep our eye out on just the way we did in 2009 with the emergence of this one. عفانا وعافاكم الله من كل مكروه. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.